في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمكدرة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 20 و25 سنة من أجل جناية سرقة كوابل النحاسية من أعمدة كهربائية لتوفر ظرف الليل والتعدد. تعود حيثية القضية إلى معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة كوابل نحاسية لأعمدة كهربائية، ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما المتورطان في سرقة الكوابل النحاسية وحجز الكوابل النحاسية المسروقة. وبعد التحقيق المعمق تبين أنهما متورطان في عدة قضايا لسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالأعمدة الكهربائية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما مع تقديمهما أمام الجهات القضائية.